في البدايه كده عايز اتكلم معاكم عن استعداد نادي الزمالك للمباراه اللي جايه، المباراه الاولى الرسميه لنادي الزمالك هتكون ان شاء الله يوم 19 فبراير من الشهر ده، هتكون كمان كام يوم خلاص. نادي الزمالك عمل اكتر من مباراه وديه، جوزيه جوميز عرف او بيبص دلوقتي او ممكن يكون وصل لنسبه مئويه كده من معرفه امكانيات اللاعبين في نادي الزمالك، خصوصا كمان لاعبي نادي الزمالك اللي لسه منضمين حديثا في صفقات يناير الحالي. جوزيه جوميز واحنا اتكلمنا يمكن عن الراجل وطريقته، بعض الناس تقول لك هو طريقته هيلعب بانهي طريقه، شكل الفرقه هيبقى عامل ازاي. احنا شفنا في المباراتين الوديتين وخصوصا مباراه الفيوم شفنا الراجل بيعتمد على الاجنحه، بيعتمد على انه يلعب باتنين في نص الملعب قدامهم عادي، رقم 10 هيلعب، الراجل ده ما عندوش حته الاربعه 3 3 صريحه، عادي ممكن يلعب 4 2 3 1، عنده الحته دي، بس عنده بعض التعليمات للاطراف او للوينجين اليمين والشمال انهم يرجعوا يدعموا الظهير بتاعهم. بمعنى في بعض المدربين يقول لك انا مش عايز الراجل الوينج بتاعي ده اهلكه مثلا بدنيا، فالراجل طاير وعندي نص ملعب مكون من ثلاثه بيغطوا وراه. في حد تاني يقول لك لا انا بلعب ان كل لعيب يبقى عنده وظايف في قلب الملعب، يبقى عنده وظايف دفاعيه وعنده تعليمات دفاعيه يلتزم بيها، وكده كده هو وينج فلازم هيساعدني في الشق الهجومي. في مدربين بيحبوا او كانت موضه كده زمان كان لازم يبقى الظهير الايمن يلعب بشمال والظهير الايسر يلعب بيمين، وده الكره دلوقتي كلها في العالم كده. كان في مدرب يحب ان عادي جدا ممكن يبقى في وينج بيلعب برجله اليمين في الناحيه بتاعته، ناحيه اليمين بيلعب برجله اليمين. شفنا اكتر من حد بقى، شفنا مثلا في مانشستر يونايتد كان رايان جيجز كان بيلعب ناحيه شمال. شفنا زيزو مع نادي الزمالك في الحته دي كان بيلعب وينج رايت ودايما بيخش وبيزق الكوره وبيعدي وبيعمل كروسات كتير جدا وعمل وصنع اهداف كتير جدا. لو نفتكر الفتره اللي كان فيها مصطفى محمد واشرف بن شرقي كان من اقوى واحسن الفترات اللي صنع فيها زيزو من كرات عرضيه، كلنا طبعا فاكرين الفتره دي. لكن جوزيه جوميز لا، هو عايز ظهير او جناح ايسر بيلعب برجله اليمين عشان يساعدني ويدخل جوه منطقه الجزاء ويبقى هجام ويبقى عايز يجيب هدف. نفس الشيء الناحيه الثانيه الوينج رايت نفس الكلام يلعب بشماله، عندنا طبعا كابتن شيكابالا، عندنا في لعيبه منضمين حديثا زي محمد عاطف لعيب مهاري وحريف، ابراهيم انضاي موجود، موتيابا موجود، بس كل الناس شافت لمسات موتيابا في مباراه نادي الزمالك مباراه الناشئين اللي هي اول مباراه الراجل يلعبها اول مره ينزل مع الفريق ده، شافوا ان لمساته راجل مبشر جدا، يعني من اللعيبه اللي هي عندها كنترول، بيعرف يستلم كويس جدا ويسلم كويس جدا، وده الطبيعي ان لعيب كوره لازم يعرف يستلم ويسلم. بس احنا في بعض الاوقات وفترات كتير جدا كنا بنشوف في لعيبه بتلعب في منتخب مصر بيبقى الحاجات دي ناقصاها، وده كلام مثلا كارلوس كيروش، ده مش رايي، كان كلام كارلوس كيروش اول ما ساب منتخب مصر قال ان في بعض لاعبي منتخب مصر ما عندهمش اساسيات كره القدم. فمش موضوعنا، احنا خلينا نتكلم في ان عندنا لعيب مبشر، واحنا في بدايه تقديم صفقاتنا احنا قلنا كده، قلنا عندنا لعيبه عندها خبرات كبيره، قلنا عندنا لعيبه عندها اداء ثابت وبتادي مع انديتها بشكل كويس جدا وماشيه بشكل كويس جدا، فاللعيبه دي ممكن تقول ان هي عندها الثقه وعندها خبرات بس مش خبرات كبيره، ولكن عندهم الدافع ان هم يحققوا حاجه مع نادي الزمالك. ولو احنا صنفنا كده وقلنا مثلا ان عبد الله السعيد ده لاعب عنده تاريخ وعنده خبره وعنده ثقل لدى الجماهير المصريه كلها، ان اللعيب ده هيفرق في اي وقت من الاوقات.